الأصل في اللحية أن حلقها حرام لا يجوز، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أوامر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على أن حلق اللحية حرام. يبقى تقصير اللحية والأخذ من اللحية، ذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، بل أحمد يستحب ذلك، وكذلك أبو حنيفة، استحباب أخذ ما زاد عن القبضة، يقبض ثم يأخذ ما زاد عن القبضة. وبعضهم قيد هذا في حج أو عمرة كما فعل عبد الله بن عمر. ونقل عن بعض الصحابة أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. أما الأخذ من جوانبها أو ما هو أقل من القبضة فذهب أكثر أهل أن هذا لا يجوز، واستثنى بعضهم كمالك ما فحشه من اللحية، واستثنى الشافعي ما نده من اللحية.